الجماعي والمنظم الواعي في إطار موحد لن يكون أحسن من حركة 20 فبراير المجيئة. الرفيقات والرفاق، إن مهازلك يساريات كيساريين ديمقراطيين وماركسيين تزداد تعقيدا، لكن معالم عالم جديد تلوث في الأفق، والمستقبل لليسار والنصر حليفنا. إن نحن أمسكنا باللحظات التاريخية التي تضعها بين أيادينا مقاومات الشعوب، وفي الطريق إلى ذلك كان شعارنا شعار المؤتمر الوطني التالي لشبيبة الناس الديمقراطي: حركة شبيبية موحدة للنضال ضد الاستبداد المخزني ومن أجل نظام ديمقراطي، قصدا وغاية منه في بلورة مداخل شبيبية لتفعيل وإعمال مضمون شعار الناشئ الديمقراطي القاضي بالعمل نحو تشكيل جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء الديمقراطية. وشعار شبيبتنا في مؤتمرها الثالث هذا يهدف إلى بناء حركة شبيبية في الميدان وفي معمعان الصراع، حيث تتواجد قوى شبيبية مناضلة لكن مشتتة إلى فئات لن تفلح أمام القمع والمنع المخزني، ولن تحقق مطالبها الديمقراطية إلا بوحدتها النضالية إلى جانب عموم الجماهير الشعبية الكادحة، ولن تتمكن من القضاء على الاستبداد المخزني واستبداله بنظام ديمقراطي إلا بتحقيق الوحدة الحاسمة، وحدة الحركة الشبيبية بالحركة العمالية، والانتقال بنضال شعبنا من نضال فئوي رغم أهميته إلى نضال طبقي في مواجهة الكتلة الطبقية السائدة. نحن بناتكم ونحن أبناؤكم اخترنا المسير على درب من أفنوا عمرهم من أجل أن ينعم العالم بالحب والسلام. نختار اليوم أن نكون وروداً وبراعم هذا الربيع الذي يتجدد دون كليل أو ملل. اخترنا اليسار، نحلم بالورد، نرسم ملامح الشهداء لنعيد صياغة العالم في شكل آخر. المجد لشهداء والنصر لشعبنا، ودمتم للنضال أوفياء.